مرحبا أصدقائي بفيديو جديد. إنه لأمر مثير أن يحب شخصا أمرا بهوس لدرجة أنه يقرر التضحية بكل شيء لديه من أجل الحصول على هذا الأمر، فيمكنه إنفاق الأموال وبعضا منهم يضحي ببعض أعضائه فقط من أجل الحصول على ما يريد. واليوم سنعرض عليكم مجموعة من هؤلاء الأشخاص الذين خرج هوسهم عن السيطرة. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى أن تكتب لنا في التعليقات رأيك في هؤلاء الأشخاص، وأيضا أن تشترك في القناة. لمحة معرفة، اكتشف ما لم تكن تعلم. ابن حورية البحر. عادة ما نرى السيدات يرتدوا ملابس تشبه حورية البحر، ولكن هذه الأيام الرجال يقوم بهذا أيضا. قام شخص يدعى كريستيان من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مفتون بقصة حوريات البحر ويريد بشدة تعلم السباحة مثل الحوريات. قام بشراء ذيل مثل حوريات البحر بمبلغ 2 مليون روبية حتى يتمكن من تحقيق هوسه، وبالفعل يتعلم كيف يسبح مثل الحوريات ويلتقط الكثير من الصور في زي الحورية، وأصبح له متابعين كثيرين من حول العالم على موقع إنستغرام. التنين. والآن مع شخص متحول جنسياً يريد أن يتغير تماماً من صورة البشر إلى صورة التنين. نشرت الصحف أخباراً عن رجل يدعى ريتشارد هرنانديز يريد أن يتحول تماماً إلى تنين، وكان متطرفاً للغاية في رغبته، فقام بتغيير شكل أعضاء وجهه، الأنف والأذن وقطع اللسان ليبدو ذو طرفين مثل التنين، ورسم وشم لا يمكن محوه مثل جلد التنين، ونزع جميع الأسنان وتركيب سنين كبيرين من الأنياب ليشبه التنين بشكل كامل، وأصبح ذو شهرة كبيرة بسبب هوسه الغير طبيعي للتنانين. الله يقرفك، انقلع. الطفل الضخم. في هذه المرة قرر هذا الشاب صاحب 31 عاما من كاليفورنيا الولايات المتحدة أن يبقى طفلا رغم كبر سنه، فهو ما زال يرتدي ملابس تشبه ملابس الأطفال ويرتدي الحفاضات ويتصرف مثل الأطفال بشكل كامل، والغريب أن عائلته تساعده على ذلك، فغرفته لا تزال غرفة طفل بداية من سرير الأطفال إلى الألعاب التي يستخدمها الأطفال في سن صغير، ويتعامل معه الجميع على أنه طفل لا يتعدى سنه عامين. هل تعتقد أنه عانى كثيراً في حياته ولذلك قرر أن يستمر كطفل حتى الموت؟ الألوان. حب اللون شيء جميل، ولكن هذه السيدة قررت حب اللون الأحمر وجعل كل شيء من حولها من اللون الأحمر، فهي لا ترتدي أي ملابس بخلاف اللون الأحمر. جميع الأغراض في المنزل من اللون الأحمر، وحتى لون شعرها أحمر، والأحذية وكل شيء تمتلكه من اللون الأحمر، فهي تحاط بالأحمر أينما ذهبت. والأكثر من ذلك أنها جهزت مقبرة لنفسها مزودة باللون الأحمر لكي تدفن فيها عندما تموت ولا يغير أحد ما تحبه. الدمى. هذه السيدة تحب الدمى بشكل غريب، وبارعة في صناعتها بطريقة تشبه الإنسان بدقة كبيرة للدرجة التي ينخدع فيها الكثيرين. تعرضت هذه السيدة للكثير من الفحوصات لكي تحصل على مولود، ولكن بدون جدوى، وأخبرها الأطباء أنها لن تكون أماً بسبب بعض المشاكل الجسدية لديها، ولذا قررت أن يكون لديها الكثير من الأطفال من الدمى تهتم بهم وتشتري لهم الكثير من الملابس وتظهر في الصور معهم، ولا يدرك الناس أنها دمى إلا إذا أخبرتهم هي بذلك من شدة دقتها. ومؤخراً بدأت في صناعة دمى كبيرة في السن تعبيراً عن كبر سن أطفالها، وتظهر معهم في الصور ويبدو حقيقيين جداً. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى مشاركته مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي وضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لدعمنا لإنتاج المزيد من الفيديوهات، وأيضاً ليصلك كل ما هو جديد لدينا، وشكراً للمتابعة، إلى اللقاء. لمحة معرفة، اكتشف ما لم تكن تعلم.